سلسلة طويلة من المآسي التي تواجهها محافظة البصرة وأهلها، بداية من تلوث المياه وصولا إلى انهيار الخدمات في المحافظة، إذ تعاني أغلب مناطق المحافظة وشوارعها من إهمال حكومي متعمد، فضلا عن ملفات الفساد في جميع المشاريع الخدمية التي أحيلت في البصرة. باجر نبلط عقب البلط، باجر نبلط، السيارات تكسرت، الناس انعمت من التراب، الناس تأذت، المحلات انغلقت، ها؟ اكو تبليط هسه هذا جديد، اكو جوه 500 ما 500، نص المجارة عافوها، هاي المطرية الظلها المقاول هذا اليمن والضباط هم عافاها وخلاها ظلت. بعض المشاريع توقفت منذ 6 أشهر، وبعضها الآخر لم يتم البدء فيه أساسا، حيث اتهم أهالي البصرة المسؤولين بتقاضي رشاوى من أجل إحالة العديد من المشاريع في المحافظة. رشاوى؟ أنطي أنا يجي يستلم مثلا بالمحافظة المسؤول على هاي المشاريع ياخذ نسبة من المقاول، مقاول ينطي غير شخص مو كفو، يجي هذا الشخص كمل له ربع المشروع خله وراح، ياهو يحاسبه بعد، لا يحاسبه لا المقاول ولا يحاسب المسؤول عن المشروع، وخاص وقت اكو ناس مهندسين بالمحافظة اللي يجون لما يطلعون كشف ياخذون فلوس ويروحون، هاي قدامنا احنا شفنا هذا الحكي الشيء. أهالي البصرة أكدوا أن مناطقهم لم تشهد أي خدمات أو إعمار منذ سنوات، فضلاً عن انهيار شبكات الماء والمجاري في مناطق 5 ميل والعشار والأصمعي. كل شيء ماكو، لا مجاري، لا ماء بخير، لا شارع بخير، أن هذا الشارع يعني صار له هواي، يعني هسه حتى المجاري سووهن، أذن المجاري، أذن المجاري، سووهن هسه جدد، هم جاي يطفوهن علينا. يعني خدماتهم كلش تعبانة. أما مركز العراق لحقوق الإنسان في البصرة فقد أكد رصد مبالغ ضخمة للمشاريع في المحافظة، لا سيما بعد التظاهرات التي شهدتها البصرة عام 2018، إلا أن أي من هذه المشاريع لم ينفذ بسبب الفساد. يعني بعد التظاهرات في عام 2018 جاءت المليارات إلى محافظة البصرة لدعم المشاريع، سواء قضية الماء أو قضية البنى التحتية أو قضية تشغيل العاطلين عن العمل. للأسف الشديد يعني حجم الأموال التي صرفت للبصرة لا تتناسب مع حجم المشاريع التي يعني تجري الآن في البصرة. وعلى الرغم من الوعود الحكومية المتكررة بحل مشكلات البصرة المتراكمة، إلا أن معاناة الأهالي تزداد يوما بعد آخر، وهو ما يتضح من حجم التظاهرات المستمرة وتأكيد المتظاهرين على استمرارهم في الاحتجاج حتى إبعاد الفاسدين عن مقاليد الأمور في البصرة.